لا إله إلا الله. بسم الله والسلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو سنقوم بمراجعة بداية من الوحدة الأولى، وسنقوم بتمارين تكون منمذجة إن شاء الله في البكالوريا. سنقوم بالبداية مع هذا التمرين. كما تشاهدون نص التمرين يتم التعبير عن المعلومة الوراثية بواسطة آليات تتدخل فيها عناصر خلوية وجزيئية. الوثيقة التي توضح إحدى هذه الآليات التي تحدث في هيولة الخلية، ها هي الوثيقة. كما تشاهدون الوثيقة، الأسئلة تقول: اكتب البيانات المرقمة ثم سمي الآلية المعنية والمرحلة التي تحدث فيها. يمكنك إيقاف الفيديو والبدء في الإجابة عن الأسئلة حتى تختبر نفسك في البيانات. وكما تشاهدون، فإن رقم واحد هو إنزيم نوعي. إنزيم نوعي. رقم اثنان طاقة أو ATP. رقم ثلاثة كما تشاهدون هنا، هذا موقع تثبيت الحمض الأميني. رقم ثلاثة قلنا موقع تثبيت الحمض الأميني. رقم أربعة كما تشاهدون عبارة عن رامزة مضادة. رقم خمسة ها هو خمسة، هذا يمثل الار ان تي. ورقم ستة كما تشاهدون هنا من الار ان تي عبارة عن حمض اميني. اذا هذه هي البيانات. يقول السؤال: ثم سمي الالية المعنية والمرحلة التي تحدث فيها. الالية هي تنشيط الحمض الاميني، والمرحلة مرحلة تنشيط الحمض الأميني تتم في الترجمة. إذا المرحلة هي مرحلة الترجمة. السؤال الثاني يقول: مثل الخطوة الناقصة في الوثيقة برسم تخطيطي عليه البيانات الممكنة. سنقوم برسم رسم تخطيطي يوضح. كما تشاهدون، مثل الخطوات الناقصة في الوثيقة برسم تخطيطي عليه البيانات. والخطوات الناقصة كما تشاهدون هنا، سنقوم بالرسم التخطيطي وهو لبنية الإنزيم. كما تشاهدون هنا إنزيم، سنقوم برسم تخطيطي لبنية الإنزيم. أتمنى أن تكون كل شيء يظهر. إذا سنقوم برسم بنية الإنزيم. يحتوي على موقعين فعال، موقع الفعال الأول الموقع الفعال الثاني، ويكون يختلف عن الأول. ونقوم بهنا بوضع مادة التفاعل كما تشاهدون معنا، وهنا هنا تثبيت الـ R&D. إذن هكذا نقوم بوضع رابطة، وهذا هو الحمض الأميني. والمهم في هذا التمرين هو النص العلمي. سنأتي إلى النص العلمي خطوة بخطوة بتدخل الـ ATP هنا، ومن هنا ATP زائد PE. أنا لا أعرف أني قد أحسنت في إيصال المعلومة، لكن بالنص العلمي ستفهم إن شاء الله. إذن النص العلمي سيكون على حسب ما قدمه الأستاذ.
سنقوم بكتابة نص علمي كما تشاهد. ترجم في نص علمي آلية حدوث هذه المرحلة مبرزا دور العنصر 5. عن أي مرحلة هي مرحلة الترجمة؟ إذا سنقوم بالبدء في النص العلمي. طب هكذا رقم 3 نص علمي. إذا البداية نقول له تعتبر الترجمة مرحلة من مراحل التعبير المورثي. مرحلة من مراحل التعبير المورثي، هكذا تعتبر الترجمة من مراحل التعبير المورثي، حيث وفق ما يلي، ونذكر مراحل عملية الترجمة وفق ما يلي. وهنا أعتذر عن الخط، هذا هو. ونقوم بمرحلة الانطلاق. كما نعرف أن الترجمة تقوم على 3 مراحل: مرحلة الانطلاق، ومرحلة الاستطالة، ومرحلة النهاية. إذا مرحلة الانطلاق، إذا ماذا يحدث في مرحلة الانطلاق؟ في مرحلة الانطلاق، حيث فيها كما شاهدنا هنا في الرسم، يتم فيها تنشيط الحمض الأميني. وما هو الحمض الأميني الذي ينشط؟ هو الميثيونين، وتثبيته، ويقوم وكما نقول هكذا يعني. وفيها يتم تنشيط الحمض الأميني الميثيونين وتثبيته داخل الموقع بي للوحدة الصغرى للريبوزوم. ثم تنشيط الحمض الأميني الثاني، يعني هذه العملية تبقى تتواصل في الموقع، وتنتهي هذه المرحلة بتشكيل ثنائي البيبتيد. إذا هذه هي المرحلة الأولى. تقول له وفيها يتم تنشيط الحمض الأميني الميثيونين وتثبيته داخل الموقع بي، هكذا للوحدة الصغرى للريبوزوم. ثم تنشيط الحمض الأميني الثاني أعتذر، جاءني اتصال فلهذا لم سنواصل. إذا قلنا في مرحلة الانطلاق يتم تنشيط الحمض الأميني الميثيونين وتثبيته داخل الموقع بي للوحدة الصغرى للريبوزوم. ثم تنشيط الحمض الأميني الثاني وتثبيته في الموقع A، هكذا. وتنتهي هذه المرحلة بتشكيل ثنائي البيبتيد، إذن المرحلة الثانية وهي مرحلة الاستطالة. إذن في مرحلة الاستطالة
يتم تنشيط بقية الأحماض الأمينية وتشكيل سلسلة بيبتيدية واحدة بتدخل ريبوزوم واحد. إذن نقول في مرحلة الاستطالة يتم تنشيط بقية الأحماض يتم في مرحلة الاستطالة يتم تنشيط بقية الأحماض الأمينية وتشكيل سلسلة بيبتيدية واحدة بقية الأحماض الأمينية وتشكيل سلسلة بيبتيدية واحدة. بتدخل ريبوزوم واحد. الآن المرحلة النهائية. إذن متى تتوقف هذه العملية؟ يعني هذه العملية ستتوقف عند وجود رمزات التوقف الثلاث. إذن في المرحلة الأخيرة إذن في المرحلة الأخيرة ماذا يحدث في هذه المرحلة؟ هذه المرحلة تبدأ بوجود ثلاثي التوقف. في أين يأتي ثلاثي التوقف؟ يأتي في الموقع A للريبوزوم، وعند هذه اللحظة بالذات يعني تنفصل تحت الوحدتين الريبوزوم الكبرى والصغرى، و أيضا يتحلل الـ RNA إلى نيكلوتيدات حرة، وتتحرر السلسلة البيبتيدية بعد حذف رمزة الانطلاق الميثيونين. إذا تقول في المرحلة الأخيرة وتبدأ بوجود ثلاثية التوقف في الموقع هكذا للريبوزوم، وعندها ماذا يحدث؟ وعندها تنفصل الوحدة الكبرى والوحدة الصغرى للريبوزوم. إذا نقول تنفصل تحت الوحدتين للريبوزوم، وثانيا نقول تتحلل ولا يتحلل الـ RNA إلى ماذا يتحلل؟ إلى نيكليوتيدات حرة، وللبدء من جديد في هذه العملية. ولكن نحن لن نذكر هذا، نقول ما قوله. إذا نقوم يتحلل الـ RNA إلى نيكليوتيدات حرة. هكذا، وفي الأخير تتحرر السلسلة البيبتيدية بعد حذف الميثيونين. الميثيونين هكذا، هذا هو النص العلمي. إذا سأقوم بقراءة النص العلمي مرة أخرى. إذا في البداية تقول له تعتبر الترجمة مرحلة من مراحل التعبير المورثي، حيث تتم وفق ما يلي. والترجمة تميز بثلاث مراحل: مرحلة الانطلاق، مرحلة الاستطالة، ومرحلة النهائية. إذا في مرحلة الانطلاق، حيث فيها يتم تنشيط الحمض الأميني الأول الميثيونين وتثبيته داخل الموقع بي للوحدة الصغرى للريبوزوم، ثم تنشيط الحمض الأميني الثاني وتثبيته في الموقع A، وتنتهي هذه المرحلة بتشكيل ثنائي البيبتيد. في مرحلة الاستطالة يتم تنشيط بقية الأحماض الأمينية وتشكيل سلسلة بيبتيدية واحدة بتدخل ريبوزوم واحد. وفي المرحلة النهائية
تبدأ بوجود ثلاثية التوقف في الموقع للروبوزوم، وعندها تنفصل تحت الوحدتين للريبوزوم وتتحلل أو تتحلل الـ RNA إلى نيكليوتيدات حرة، وتتحرر السلسلة البيبتيدية بعد حذف الميثيونين. هذا هو أصدقائي النص العلمي. إذن سننتقل الآن إلى التمرين الثاني. إذن يقول نص التمرين الثاني: لدراسة النشاط الإنزيمي والعوامل المؤثرة فيه، تظهر الوثيقة المقابلة بعض خطوات هذا النشاط، النشاط الإنزيمي. هذه الوثيقة تظهر بعض خطوات النشاط الإنزيمي. يقول لك: سمي البيانات المرقمة ثم اذكر أهمية العنصر 3. إذن هذه في لا. إذن السؤال الثاني يقول: عبر عن النشاط بمعادلة مستعملا الرموز المناسبة. والسؤال الثالث يقول: مثل برسم تخطيطي إجابة سؤال 2 عند درجة حرارة 2، ثم عند pH يساوي عند درجة حرارة 2 و pH يساوي 7، وعند درجة حرارة 36 و pH يساوي 3. وفي السؤال الرابع يقول لك: لخص في نص علمي تأثير العوامل المدروسة عفوا المدروسة على النشاط الإنزيمي. إذن هذه هي الوثيقة، هذه هي الوثيقة، هذه pH 7 كما تشاهد أخي. فإن في هذه المطلوب هنا يقول لك أول شيء يقول لك: سمي البيانات. إذن البيانات كما تشاهد 1 2 1 2، إذن هنا 3 بيانات عفوا. فالبيان الأول كما تشاهد هو الركيزة أو مادة التفاعل، والبيان الثاني هنا هذا البيان الثاني كما تشاهد هنا البيان الثاني هو البيان الثاني هو الإنزيم. نعم، البيان الثاني هو الإنزيم، والبيان الثالث هو الموقع الفعال. إذن هذه البيانات سهلة. إذن نأتي إلى السؤال الثاني. السؤال الثاني يقول: عبر عن النشاط بمعادلة مستعملا الرموز المناسبة. إذن هذا، إذن هنا يوجد مادتي تفاعل والإنزيم. نعم، مادتي التفاعل والإنزيم، وهذه هي. سنقوم بكتابة المعادلة. إذن لكن قبل هذا سنقوم بذكر أهمية الموقع الفعال. ما هي أهمية الموقع الفعال؟ إذن أهمية الموقع الفعال، عليك أن تأتي أولا بورقة وقلم حتى أذكر لك أهمية الموقع الفعال. أهمية الموقع الفعال هو تثبيت مادة التفاعل وتحفيزها. إذن أول شيء تثبيت مادة التفاعل هنا ويقوم بتحفيزها. الأمر الثاني هو، إذن قلنا تثبيت مادة التفاعل وتحفيزها، وسنقوم بتوضيح أكثر. إذن تقول: حيث ما ترتبط مادة التفاعل بموقع التثبيت. هذه مادة التفاعل وهذا هو موقع التثبيت. ترتبط مادة التفاعل بموقع التثبيت بواسطة الروابط الانتقالية أو الضعيفة، نقول روابط انتقالية أو ضعيفة. إذن ما يؤدي إلى تشكيل، في الأخير تعطينا معقد إنزيمي، ما يؤدي إلى تشكيل معقد إنزيمي. إذن هذه هي أهمية الموقع الفعال.
إذا سنقوم بكتابة المعادلة. إذا رقم 2، معادلة أو المعادلة الرمزية للنشاط الإنزيمي. إذا المعادلة الرمزية للنشاط الإنزيمي، إذا هذه كما تشاهد هنا عندنا مادة التفاعل وعندنا الإنزيم. إذا الشروط مناسبة لا نتحدث عنها. إذا عندنا هذا كما تشاهد هنا كما يظهر معك، فهذا عبارة عن إنزيم بناء، لأنه بمادة التفاعل الأولى والثانية يعطينا إنزيم زائد مادة التفاعل الأولى والثانية، ويعطينا الناتج زائد الإنزيم. إذا تقوم بكتابة هذه نعطيها S1 وهذه نعطيها S2. إذا نقوم بكتابة E زائد S1 زائد S2 يعطينا E S1 و S2 قلنا بناء، ويعطينا P زائد E. هذه هي المعادلة. إذا يقول هنا مثل برسم تخطيطي إجابة السؤال 2 عند درجة حرارة 2 وعند درجة pH 7. إذا سنقوم بتمثيل. إذا أولا ما نعلمه هو عند درجة حرارة 2 أي هي منخفضة. كيف تؤثر درجة الحرارة المنخفضة على النشاط الإنزيمي؟ إذا لدينا أن الإنزيم، أو هكذا نقوم برسمه هكذا، ما هي مكوناته؟ مكونات الإنزيم هي جذور الأحماض الأمينية. أحماض الأمينية، يتكون الإنزيم من جذور الأحماض الأمينية. إذا عند خفض درجة الحرارة فإن هذا الإنزيم يعني تثبت حركة جذور الأحماض الأمينية، عفوا تثبت حركة جذور الأحماض الأمينية، فهنا لا يتم أي شيء، والرسم التخطيطي يأتي على هذا الشكل. كما قلنا هكذا إنزيم، مثل هنا إنزيم فقط كمثال، إنزيم زائد مادة التفاعل الأولى ومادة التفاعل الثانية يعطينا، نقوم به هنا بوضع درجة الحرارة هي 2 ودرجة البي اش هي 7. إذا بي اش تساوي 7. ماذا يحدث هنا؟ لا يحدث أي شيء، هكذا يبقى كل شيء كما هو. تبقى هنا مادة التفاعل، وتبقى هنا أيضا المادة التفاعل الثانية. إذا هنا في كما قلنا في درجة حرارة 2 و7 يبقى كما هو، وفي درجة الحرارة الثانية كما نقول هنا درجة الحرارة الثانية هي 36 درجة والـ pH منخفض. إذا كيف يؤثر الـ pH على الإنزيم؟ كيف يؤثر الـ pH على الإنزيم؟ يؤثر الـ pH على الإنزيم إذا كان الوسط حامضي هنا، فإن الـ pH يقوم بتخريب الموقع الفعال للإنزيم، فإن مادة التفاعل لا تثبت في هذه الحالة. إذا والرسم التخطيطي يكون على هذا الشكل، إنزيم هنا يتميز بموقعين فعالين، وهنا مادة التفاعل نقوم بزائد مادة التفاعل، وهنا درجة الحرارة 36 وهي درجة الحرارة كما تشاهد عفوا هنا هي 36 وهي درجة الحرارة المثلى لهذا الإنزيم، و pH
أيضا المتلى لهذا الإنزيم هو 7. إذا درجة الحرارة هي متلى، لكن البي اش هنا يؤثر على الموقع الفعال. إذا نقوم بإعادة رسم الإنزيم ونقوم بتخريب هكذا الموقع الفعال، فمادة التفاعل هنا لا تثبت. إذا هذا فيما يخص الرسم التخطيطي للإنزيم بعد تغيير درجة الحرارة. إذا دقيقة أصدقائي، سأعود. إذا لنكمل، أين بقينا؟ عفوا أعتذر منكم كثيرا. إذا قلنا، أعتذر كثيرا، في السؤال التالي يقول: لخص في نص علمي تأثير العوامل المدروسة على النشاط الإنزيمي. سنقوم بعمل نص علمي عن تأثير العوامل المدروسة، وهي الـ pH ودرجة الحرارة على النشاط الإنزيمي. إذا كيف تؤثر؟ نقوم ب أولا نقوم بهكذا 4. السؤال 4 يقول: تأثير العوامل المدروسة على النشاط الإنزيمي. إذا أول شيء تقول النشاط، لا تظهر الكتابة جيدا، النشاط نقول النشاط الإنزيمي يتأثر بعوامل خارجية. هذا أول ما يقال، النشاط الإنزيمي يتأثر بعوامل خارجية، وهي إذا نبدأ بتأثير درجة الحرارة. إذا كيف تؤثر درجة الحرارة؟ سنقول لكم أن تقول له تأثير درجة. إذا في أول شيء نقوم بالإجابة عن السؤال، يقول على النشاط الإنزيمي. نقول النشاط الإنزيمي يتأثر بعوامل خارجية، وهي وتبدأ 1 تأثير حرارة الوسط. إذا كما تشاهد هنا درجة الحرارة المثلى لهذا الإنزيم هي 36 والبي آش هو 7. إذا تقول إنزيمات النوع الواحد لها نفس درجة الحرارة المثلى، وتصل هذه السرعة VE أي سرعة النشاط الإنزيمي إلى حدها الأقصى، لأنها تحافظ على سلامة المواقع الفعالة. عند درجة حرارة الوسط 36 فإن هذه الحرارة تحافظ على سلامة المواقع الفعالة. إذا أقل من الدرجة المثلى أي أقل من 36 فإن هذه الحرارة تقوم بتثبيط النشاط الإنزيمي وتقوم بإيقاف حركة الجزيئات، لكن هذه العملية هنا عكسية، يعني إذا قللنا درجة الحرارة فإن الإنزيم سيتثبط عمله، لكن إذا قمنا برفع درجة الحرارة فإنه سيعود النشاط الإنزيمي إلى الحالة الأولى. إذا الحالة الثانية، إذا ونقول أيضا أكبر من الدرجة المثلى تقوم بتخريب الإنزيم، وهذه العملية غير عكسية، وهنا يقوم بتكسير الروابط الإضافية فالإنزيم يتخرب. إذا هذا فيما يخص تأثير درجة الحرارة.
أما عن تأثير البي اش فنقول لكل إنزيم بي اش متلى خاصة به، والبي اش المتلى لهذا الإنزيم هي 7. إذا عندها تصل السرعة إلى حدها الأقصى وهذا البي اش يحافظ على سلامة المواقع الفعالة. إذا أقل من البي اش المتلى نقول تتأين الروابط، أو عفوا تتأين الآن اش 3. إذا يحمل الموقع الفعال شحنات موجبة، وأكبر من الدرجة المتلى تتأين السي او او ويحمل الموقع الفعال شحنة سالبة. إذا هذا هو النص العلمي. إذا كان هذا هو فيديو هذه الساعة، وإذا وجدنا المزيد من الوقت فسنقوم بمشاركة معكم مواضيع هذه المواضيع مقترحة ورائعة جدا، أنصحكم بها. الموضوع أنصحك به هذه المواضيع التي تحتوي على نصوص علمية أنصحك بها جدا، فحاول إعادة الفيديو من البداية. سيظل هذا الفيديو في هذه القناة، حاول إعادة الفيديو خصوصا النصوص العلمية، لأنها في كل تمرين سيأتي سؤال أو اثنان أص علمي. إذا ركز على دمتم في رعاية الله.